السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. إن شاء الله معنا فيديو النهاردة طريقة التأليم في بعض نباتات الزينة من الأخشاب. يعني قدامنا نبات الخيار الشنبر، بنيجي في منتصف شهر 5 بتتم عملية التأليم. يعني باجي بألم نبات الخيار، بشيل الأفرع الزائدة في النبات علشان ما قطعم عليها الأكاسيا الأندوزة، أو بخليها فرداني. أو عملية التأليم بتساعد النبات على النمو بسرعة من حيث الارتفاع ومن حيث التخانة اللي هو سمك العود. آدي نبات الخيار الشنبر. النوع الثاني التمر حنة. أو لازم، في بعض الناس بتخاف من التأليم. التأليم عنصر أساسي في النبات، يعني بشيل الأفرع الزائدة كده لو عايز النبات بتاعك يكبر. أو أو بربيها على عود واحد بحيث ينمو معايا العود بسرعة. أدي الصنف الثاني التمر حنة المستوردة. نبتة المستر كوليا الخماسية، أي برضك كذلك الأمر. أنا بشيل الأفرع الزائدة كده، أنا عايز النبات ينمو معايا بسرعة. أو ديت بعض الزراعة اللي مزروعة في الأرض، أي هذه تنظيف العود أو تأليم النبات مع إزالة الأصل والأفرع الزائدة في النبات. معانا خف الجمل أو نبتة البهوميا. ادي نبتة البهوميا قدامنا. يعني باجي مثلا على كده، باجي من تحت كده بلاقي اللي النبات طالع لي بكذا فرع من تحت ده، 1 2، بستعد العود وبسيب الباقي. يعني بستعد العود اهو وبشيل الباقي. ادي العود استعدل معايا اهو، بربيه على فرع واحد نبات البهوميا. النبتة اللي بعد كده نبتة الشقرندة، وكلنا نعرف نبات الشقرندة. لازما النباتات كلها بتتربى على ساق واحد. يعني مثلا ادي نبات الشقرندة قدامنا كده اهو، في كذا فرع، بسيب الاصل واشيل الافرع التانية اهي بالمقص كده. ادينا شلنا ايه الافرع الزائدة بحيث العود يطلع معايا متناسق. ادي نبتة الشقرندة قدامنا. برضك فيكس الرمح. الفيكس احنا بنقلموش، بنعمل له عملية تكاثر بالتريد الهوائي. يعني بمثلا ان انا مثلا هاجي اقص مثلا الافرع الزائدة، انا ببص الافرع الزائدة، انا باجي مثلا بشيل الافرع دي بعملها عملية ترقيد هوائي كده، برقدها وبعد التقدير بقصها وبربيها على عود واحد. علشان كده احنا ما بنقلمش الرمح، بنستخدمه في عملية تكاثر التلقيد الهوائي. كذلك الأمر نبتة الجدروفة. باجي برضك في نبتة الجدروفة بعملها عملية تكاثر بالترقيد الهوائي. يعني بمثلا أنا معايا العود طالع لي مثلا ب5 أفرع كده زي ما باين كده معايا، باجي بعمل عملية تريد هوائي للنبات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، بنقل الأفرع وبستعدل عود، وبعد 30 يوم بقص النبتة وبزرعها. وشرحنا قبل كده عملية تكاثر نبات الجدروفة بالترقيد الهوائي. معانا أيضا فيكس لسان العصفور، وكلنا عارفين فيكس لسان العصفور، واتكلمنا قبل كده عن طريقة تكاثر الفيكس. في كذا طريقة لتكاثر الفيكس، في القص بالعقلة وترقيد الهوائي وعملية الإقصار بالبذور، كذا طريقة. لو مش محتاجينه في عملية الإقصار أو التكاثر في التريد الهوائي، باجي برضك بقلمه كده أهو، بربي بشيل الخوارج كلها اللي طالعة ديت، كل الخوارج اللي طالعة ديت، وبربي العود كده على ساق واحد. معانا أيضا نبتة الكولونديرا. أدي نبتة الكولونديرا، أدي النبات قدامنا. أنا بشرح عملية التأليم
التأليم عنصر أساسي في للنبات. الناس اللي بتخاف من القص يعني مثلا لما يلاقي العود طالع له مثلا فرعين ثلاثة بيبقى فرحان وخايف اللي هو يقصه وبيحافظ عليهم، لا تقصهم أحسن بحيث العود يديك تخانة وسمك وبعد كده يديك أفرع جديدة، يعني مثلا مكان بدل ما كانوا فرعين هيبقى معاك 5 أو 6 أفرع، يبقى العود طالع مكدش معاك. أدي نبات الكلندرة برضك باقي كده أهو. نبات الكلندرة أيضا بيتكاثر عن طريق العقلة، ادي نبات الكندرة اهو. بستعدل العود كده على بوسة، بجيب بوسة او اي حاجة بوقفها على النبات. معانا النوع الاخراني فيكس الفاكتوريا، ادي فيكس الفاكتوريا برضك. الفيكس الفاكتوريا برضك بيترقد وبيتم عملية تكاثر بالعقلة الوسطية. مثلا ادي النبات قدامنا اهو، بص برضك الأفرع الزايدة كده اهو، بيصبح معايا النبات في الأول ده. يعني العمر قبل التأليم لو حطينا تسميد، العمر التسميد مثلا هيديني مثلا 10 أيام عبال ما الاقي فيه نتائج على العود. لا بعد التأليم لو حطيت اي سماد هيبان بعدها بيومين على طول في العود، لاني قصيت الأفرع الزائدة. الأفرع الزائدة ديت برضك بتاخد لي من التسميد، انما انا عملت ازالة وبعد ما زلت الأفرع الزائدة اصبح التسميد كله هيبقى في فرع واحد او في ساق واحد بحيث العود يسحب معايا في الارض. ولو في استفسار ابعتوله في الكومنتات وارد عليكم. انتظرونا في فيديو جديد من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.